طيب قبل ما اتكلم على مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، خلاص النهارده حلقه الاربع ان شاء الله باذن الله، بكره التدريب الرئيسي هيكون للفريق على استاد الملك فهد والمباراه يوم الجمعه، فكل التفاصيل المتعلقه بالمباراه قدر الامكان بنحاول النهارده نقربكم من كل الكواليس ونقول لكم كل الحكايات اللي بتدور حوالين لقاء السوبر. ولكن قبل ما اخش في النقط دي عايز اتكلم على جزئيه منتخبنا الوطني، لان وارد تعمل مباراه وديه، وارد تلعب مباراه مع فرق من التصنيف الاعلى في الاتحاد الافريقي، ووارد تخسر، كل ده وارد جدا على فكره ومش عيب ومش مشكله. ما هي الاجنده الدوليه لما بتتلعب فيها مباريات وديه بتتلعب عشان تحسن من التصنيف بتاعك، او تشوف انت هتلعب مباراه وديه عشان ايه؟ هل محتاج التصنيف ولا بتجرب عناصر تانية، ولا انت محتاج ايه او انت بتفكر في ايه؟ ما هو اي اتحاد محترف محترف لما بيحضر لاي اجنده واي جهاز فني فاهم شغله بيشتغل على كده. يوم ما لعبنا مباراه اثيوبيا الجهاز الفني عجبني لما قال انا مهم العب المباراه دي واكسبها عشان التصنيف، لان لو خسرت هتاثر على التصنيف، اتفق تماما مع المنتخب. ولكن مباراه تونس مش هتاثر على التصنيف، وبالفعل منتخبنا كده كده من الستة الأوائل هيكونوا على رأس المجموعات في كأس الأمم، والقرعة هتتعمل 12 أكتوبر المقبل. ولكن أنت خسرت مباراة تونس، لو أنت عايز تستفيد هتبص وتشوف مشاكلك كانت موجودة في المباراة إيه، والعناصر المتاحة ليك إيه، وهل بداية الموسم اتأخرت ولا لأ، أو ده انعكس بالسلب على المنتخب. ده لو أنت عايز تشوف مشكلتك. ولكن لو أنت عايز من بدري ترمي مشاكلك على أندية تانية أو تحديداً على النادي الأهلي، ماشي ما عندناش مشكلة، نبدأ نتناقش. أصل في النهاية لو أنت بتتكلم لمصلحة منتخبنا إحنا كمان حريصين على مصلحة منتخبنا، ولكن محدش يتنصل من أخطائه وعدم تخطيطه للمنتخب بشكل مناسب، وتلقي بالمسؤولية على ناس بتخطط لناديها بشكل مناسب وبتنجح نجاح كبير جداً. يعني انت لو بتلقي فشلك على فشل الاخرين والاخرين فاشلين اقول لك اوكي، انت بتحاول تذاكر عشان تنجح والتانيين فشله فبيفشلوك، لكن انت بتلقي المسؤوليه على ناس ناجحه اساسا انت المفروض تتعلم منهم عشان تنجح زيهم. ولكن انا مستاء جدا وقطاع عريض جدا من جماهير الاهلي، مستاء جدا من تصريحات الكابتن حازم امام. ليه كابتن حازم امام امبارح بدل ما يطلع يشوف جهاز المنتخب محتاج ايه، مشاكله ايه، قال تصريحات غريبه جدا. قال ايه بقى؟ اتمنى الاهتمام بمنتخب مصر، يجب ان يكون المنتخب اكثر ما يهمنا جميعا. اتفق معاك، منتخب مصر ده يهمنا كلنا، ده منتخب بلدنا. الاولويه في المعسكرات القادمه ستكون لمنتخب مصر، واضاف معسكر منتخب مصر لم تكن الامور فيه على افضل حال، الاجواء المحيطه كذلك لم تكن جيده، ظروف مباراة تونس لا أعتقد أنها ستتكرر مرة أخرى. طيب فيتوريا كمان قال واجهنا بعض الظروف الصعبة بسبب غياب بعض العناصر ومشاركة بعض العناصر للمرة الأولى. واحدة واحدة كده بس عشان إيه كل واحد يبقى عارف المسؤولية الملقاة عليه، عشان ما ترميش مسؤوليتك على ناس تانية وما ترميش مسؤوليتك على أطراف تانية أو على نادي بصراحه بامانه يعني هو الوحيد اللي في المنظومه الرياضيه اللي مشرف اسم مصر في المحافل القاريه والدوليه. حضرتك كعضو اتحاد للكوره المفروض وقتك كله للكوره، وقتك كله للكوره. انا عارف هو عمل تطوعي، الحجه دايما يا كابتن حازم ان هو عمل تطوعي، بس وقتك كله المفروض للكوره، وحضرتك المشرف على المنتخب الوطني، والجميل في المساله انك مشرف على المنتخب وعضو في مجلس الاداره، فبالتالي انت عندك القرار. حضرتك لما بتلاقي المشاكل اللي بتيجي في الاجنده بتيجي من الاتحاد الافريقي على طول، حضرتك بتبقى خناقتك مع الانديه مش خناقتك مع الاتحاد الافريقي. هات لي كده اجتماع اتعمل للاتحاد الافريقي حضرتك حضرته، هات لي كونجرس او جمعيه عموميه للاتحاد الافريقي حضرتك حضرتها، هات لي ايفنت اي حدث للاتحاد الافريقي حضرتك حضرته، حضرتك مش موجود، حضرتك مش موجود. وانا بتكلم على مين يا جماعه؟ حازم امام ده اسم كبير جدا في الكوره، واحد من رموز الكره المصريه وواحد من اساطير منتخبنا الوطني في فتره من الفترات، فمش بتكلم على واحد اداري ممكن مش عارف الكوره، لا ده واحد لابس شورت وفانيلا عارف يعني ايه كوره، ولما يحضر اي ايفنت للكاف هيبقى زيه زي صامويل ايتو ودروجبا ويايا توريه. ما انا اللي بيضايقني وبيزعلني لما اتكلم على نجوم الكره المصريه بلاقي عندهم اخطاء اداريه كبيره جدا، لان هم مش موجودين اساسا على الساحه، كل هدفهم حاجات تانية بعيدة عن الكورة. دي المشكلة اللي احنا فيها. كابتن حازم لو ركز مع الاتحاد
وركز مع المنتخب وشاف المشاكل اللي بتواجه الأندية نتيجة الأجندة اللي بيعملها الاتحاد الإفريقي، مش هتحصل المشاكل دي، والمشاكل دي مش هتنعكس على روي فيتوريا اللي كل معسكر يطلع يقولك أنا بواجه مشاكل ما شفتهاش قبل كده. وقال الكلام ده من أول لما طلعت له لعبة الزمالك عشان تلعب مباراة افتتاح ملعب في قطر ورجعت تاني للمنتخب، دي البداية. فالبداية لما حصلت من أولها فيتوريا شايف الأمور ماشية بشكل مش سليم، لكن المرة دي الأزمة دي مش هقول سببها الاتحاد الافريقي لوحده، ده سببها اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره مش موجود. انت كاتحاد كبير زي الاتحاد المصري بتشوف الاتحاد الافريقي بيحدد السوبر يوم 15، ما تعترضش، ما تبعتش خطاب رسمي للكاف تعترض على اقامه المباراه في التوقيت ده، مالكش صوت جوه الكاف تعترض وتوصل صوتك. انتوا بتحضروا جمعيات عموميه وبتحضروا اجتماعات ما فيش صوت، ما فيش رساله، ما فيش موضوع بتتكلموا فيه. عندك مشاكل دايما في الاجنده مع الانديه سببها الكاف، محدش بيعترض. طب اقول لكم على مفاجاه، في شهر 7 اللي فات السكرتير العام للاتحاد الافريقي المفروض فيه منحه حوالي 200,000 دولار لكل اتحاد، اتبعت 50% من المنحه حوالي 100,000 دولار. اتحادات كتير اعترضت واتحاد الكره عمل نفسه مش واخد باله، اتحاد الكره عمل نفسه مش واخد باله، ولما الاتحادات الثانيه اعترضت ال 100,000 الثانيه اتبعتت بخطاب اعتذار يوم 4/9 اللي فات. اتحاد الكرة أساسا مش متواصل مع الكاف، ما بيشوفش حتى حقوقه إيه المالية. فبالتالي يا كابتن حازم أنت عندك مشكلة مع الاتحاد الإفريقي، أنت اللي تحلها، مش الأهلي اللي يحلها، ولا نادي كذا يحلها، ولا الزمالك ولا الإسماعيلي يحلها، أنت اللي تحلها. عندك مشكلة في شهر 10 اللي جاي، عندك أجندة هتخلص 17/10، دور السوبر اتحدد 20/10، هل حد فيكو راعي ده؟ هل حد فيكو أجرى اتصالات لحل الموضوع ده مع الكاف؟ هل حد اعترض من البداية انتوا فين يا جماعة؟ ازاي تحطوا مواعيد زي دي في قارة زي القارة الافريقية؟ ده بيأثر على مشوار الاندية، ما في النهاية اكتر اندية هتتضرر هي الاندية المصرية وعلى رأسها النادي الاهلي، مع احترام الباقي الاندية المصرية هو النادي الاهلي. ما هو الاهلي اللي موجود في دوري الابطال مستمر، غيرنا بيروح شوية ويجي شوية، يا اما مش موجود يا اما يروح كونفدرالية، عندنا السوبر ليج، عندنا كاس عالم اندية، عندنا احداث كتير. ما هو الاهلي هو اللي بيخش في المعمعة دي لان هو الاسم الكبير اللي بيمثل مصر وافريقيا في كل المحافل. هل الاتحاد بيساعده في ده؟ لا، الاتحاد ما بيساعدش. ده الاهلي هو الوحيد اللي كان بيبعت للكاف ماتش السوبر يا جماعه امتى؟ انا ببدا موسم جديد، ما ينفعش الماتش يتلعب اول 9، والاتحاد المصري ما كانش موجود خالص. ولما تحدد الميعاد الاتحاد المصري قالك هتفاوض مع الاهلي على اللعيبه اللي ممكن تروح وتيجي. يا عم سيبك من الاهلي، خليك مع الاتحاد الافريقي. انت الاتحاد الوطني. يعني النادي ما ينفعش يخاطب اتحاد قاري، انت الاتحاد الوطني، انت فين؟ يا كابتن حازم هل الامور دي انت بتطرحها على طاوله مجلس اداره الاتحاد؟ ما بتطرحش حاجه، هل انت عارف الاجنده اصلا فيها ايه؟ ما بتشوفش الاجنده. يعني اعتقد كده اخر حاجه انت ممكن توصل لها ان المعسكر من يوم كذا ليوم كذا، الراجل عايز يعمل مباراه وديه اوكي ماشي، لكن الخريطه بتاعت الاجنده مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الدولي اكاد اجزم والله ما حد بيبص فيها. طب انا دلوقتي وما تزعلوش مني في الاتحاد، والكابتن حازم بالذات ما يزعلش مني. السوبر ليج. احنا هنا بقالنا اكتر من سنه بنتكلم على السوبر ليج. والناس رايحه وناس جايه ووفد رايح ووفد جاي وورش عمل. الناس دي لما سافرت في انديه تانية وعملت اجتماعات مع انديه تانية وسافرت لدول تانية، مين اللي كان بيستقبل؟ مين اللي كان بيستقبل الوفد بتاع السوبر ليج؟ الاتحادات. الاتحادات هي اللي كانت بتستقبل. الاتحادات هي اللي كانت مسؤولة عن تنسيق كل حاجة وكانت بتعمل اجتماعات من خلال رئيس الاتحاد. هستعرض دلوقتي صورة عشان بس الناس في اتحاد الكرة تعرف هي مقصرة في حق النادي الأهلي وحق الكرة المصرية ولا مش مقصرة. الناس قاعدة على الكراسي فاضية للكرة ولا مش فاضية للكرة. زملائي في الإعداد، رئيس الاتحاد التونسي، لو هنستعرض صورة، عارفين إيه الصورة دي؟ الصورة دي على فكرة مش صورة حصرية ولا صورة خاصة ولا والله خالص، الصورة دي على موقع الاتحاد التونسي. الصورة دي لرئيس الاتحاد التونسي دكتور وديع الجريء في استقباله لوفد السوبر ليج في آخر زيارة ليهم في تونس لما اجتمعوا مع مسؤولي نادي الترجي. هل رئيس الاتحاد الأستاذ جمال علام عمل ده؟ لا. هل نائب الرئيس عمل ده؟ لا. هل أعضاء الاتحاد اللي هم نجوم الكورة الكابتن حازم الكابتن بركات عملوا ده؟ لا. ده بل بالعكس، شوف الصورة دي أكبر دليل، رئيس الاتحاد التونسي بيجتمع بوفد السوبر ليج عشان يناقشوا في الأمور المتعلقة بمصلحة الترجي في السوبر ليج. وهنا في مصر كان النادي الأهلي هو اللي قايم بالموضوع كله، محدش في الاتحاد كلف نفسه حتى يبعت المدير التنفيذي.
انتوا مقصرين في حق الكره المصريه والله. القصه مش فكره ان انت خسرت من تونس، اربع لعيبه من الاهلي خرجوا، لا 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 لا، عادي جدا لعيبه الاهلي تخرج. ده لو مدرب بيفكر في صف تاني ده كويس لعيبه الاهلي تخرج عشان تشوف عناصر جديده، عشان تشوف العناصر اللي عندك تصلح ولا ما تصلحش للعب الدولي. دي نقطه مهمه جدا، بس انتوا لو عايزين تعرفوا مشاكلكم هتناقشوها كده. ولكن انت تقول ايه اللي خرج ده مش هيحصل تاني، مصلحه مصر في كل شيء، مصر اهم من الجميع. اه مصر اهم من الجميع ومصلحه مصر في كل شيء، بس امتى؟ لما حضرتك تشتغل وتشوف مصلحه مصر، مش تقول كلام يتكتب بس كده على الورق وانت اصلا مش شايف شغلك. احنا على فترات طويله جدا كنا بنستعرض حاجات للسوبر ليج، وكنا بنقول للناس في الاتحاد يا جماعه الامور كلها واضحه ومحدده والتواريخ معروفه، بلاش حجج واحنا مش عارفين نحدد المواعيد، لان كل حاجه واضحه، بس ما حدش فيكم كان بيجتمع. وعلى فكره ناس كتيره منهم ممكن بنعمل معاهم اتصالات تليفونيه عشان يعملوا مداخلات معانا، ما تلاقوهمش معانا احنا، ممكن تلاقوهم في اماكن تانيه، ما تلاقوهمش معانا احنا. ليه؟ لان احنا بنواجه، احنا بنقول لهم انتوا غلطانين في كذا وكذا وكذا، فما حدش هيخش معانا، ما حدش هيواجه، لان احنا دايما بنتكلم باسانيد. هل صوره زي اللي عرضناها دي حد في اتحاد الكوره التقى صوره تذكاريه مع وفد السوبر ليج واجتمع معاهم؟ ولا حد سال. انت لو سالت استاذ جمال علام الناس دي جت امتى ولا هيعرف، لو سالت كابتن حازم بطوله السوبر ليج نظامها ايه والله ولا هيعرف. الناس اصلا ما بتبصش في الورق اللي بيجي لها، الناس ما تعرفش ايه اللي بتشتغل عليه، بيتفاجئوا. عارفين المفاجآت؟ بيتفاجئوا. وكانت الحجج دايما يقول لك ايه، اصل مش قادر احدد مواعيد الدوري، مستني موضوع السوبر ليج. الدوري التونسي بدا قبل مصر بثلاث اسابيع، والترجي التونسي لعب مباريات في الدوري التونسي والجدول بتاعه محدد وهو عارف السوبر ليج امتى. يعني اللي جه لمصر اكيد راح لتونس، اكيد راح نيجيريا، اكيد راح جنوب افريقيا. ليه احنا كنا عارفين وفي الاتحاد عاملين نفسهم مش عارفين؟ عشان محدش عارف حاجه، محدش بيقرا، بيتفاجئوا. عرفت يا كابتن حازم ليه انا بقول لك بلاش تلقي المسؤوليه على الاهلي؟ ولو انت شايف ان خروج اللعيبه غلط، انت اللي عملت ده، وانت اللي رصيت، يعني انت اللي رسخت ده في بدايه عمل روي فيتوريا لما طلعت لعيبه الزمالك في مباراه وديه. لكن اللي جاي دي او اللي جايه دي، دي مباراه قاريه، اللي جاي ده مباراه قاريه مهمه جدا، فبلاش حد يلقي بالمسؤوليه على الاهلي او على لعيبه الاهلي. الخطا خطا عندك انت، يا ريت الناس تقعد وتذاكر وتدرس، وبلاش نتعامل في الكوره وكانها نظام الشلاليه، احنا اصحاب واصدقاء مع بعض ونبقى كلنا في حته واحده. فيا ريت يا ريت يا ريت الناس اللي في الاتحاد وتحديدا نجوم الكوره اتعاملوا مع الكوره كسيستم ونظام، مش بنظام الاصدقاء والشلاليه. اجيب صاحبي من هنا يرد عشان خاطري، وواحد هنا يدافع عني، لان احنا عارفين الشلل كلها جايه منين ومرتبطه فين ورايحه فين. ولكن كل ده مش في مصلحه الكوره، وسيبوا الاهلي يشتغل بقى. يا ريت بقى سيبوا الاهلي يشتغل، لان دايما الرايه الوطنيه بتترفع اول ما بتجيب سيره الاهلي. لما بيكون الامر متعلق بنادي تاني محدش بيجيب حاجه ولا حد بيتكلم على حاجه، وكله بيعمل نفسه من بالها. طيب نتكلم على اخبار النادي الاهلي. والاهلي في السعوديه من امبارح وصل بسلامه الله وبيستعد لمباراه السوبر. عندي اخبار كتير على فكره،